عباقرة الجامعات الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة. جامعة MTI 70، جامعة المنصورة 60. وفي جامعة المنصورة عندها تغيير واحد بس، إسراء عماد رجعت مكان فاطمة بدر، وتغيير واحد في جامعة MTI، أسامة عسس نزل مكان أحمد أبو الفضل. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. إسراء وعبد الله، عبد الله وإسراء، وإسراء أنت اللي هتبتدي الأول. عبد الله اتفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالي مكاني يا إسراء. عارفة تحت الضغط ولا لأ؟ أكيد. كم سؤال؟ ما 10 أسئلة. في كم ثانية؟ 45 ثانية. طيب أنا عايز إجاباتك تبقى واضحة عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. تمام. اتفقنا؟ إن شاء الله. نطمن على عبد الله. جاهزة؟ إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة رومانيا؟ بوخارست. صح. كم عدد ألوان علم دولة سيشل؟ ثلاثة. غلط. ما هي الجريدة التي أسسها الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟ باص. فنان راحل ملقب بفارس السينما المصرية، فمن هو؟ أحمد مظهر. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة إستونيا؟ يورو. صح. من هو مؤلف أغنية عدى النهار للفنان عبد الحليم حافظ؟ باص. كم عدد اللاعبين الأساسيين في الفريق الواحد للكرة الطائرة؟ ستة. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الكروم؟ الكروم 24. صح. في أي بحر تقع جزيرة كوبا؟ جزيرة كوبا البحر الكاريبي. صح. أديب شهير مؤلف رواية الخيميائي؟ باولو كويلو. ما أقدرش أحسبها لك. اتفضلي. كم إجابة صح يا إسراء؟ مش عارفة، ما عدتش. ست إجابات صحيحة في 30 نقطة. وفي أسئلة ما كانش ينفع تفوتيها. أنا مستغرب. توتر. سليم، عايزين عبد الله ينضم لينا. يعني في سؤال أنا مستغرب إزاي فوتيه. عبد الله تعالى مكاني. قول لي عبد الله، عايز تعرف إسراء عملت إيه ولا لأ؟ لا، خليه بقى بعد ما أخلص إن شاء الله. اتفضل. عايز تعرف؟ لا، بعد ما أخلص إن شاء الله. بعد ما تخلص. كم سؤال؟ 10. 45 سنة. ما تضيعش أي وقت. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة رومانيا؟ بوخارست. صح. كم عدد ألوان علم دولة سيشل؟ 3. غلط. ما هي الجريدة التي أسسها الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟ باص. فنان راحل ملقب بفارس السينما المصرية، فمن هو؟ مصر. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة إستونيا؟ باص. من هو مؤلف أغنية عدى النهار للفنان عبد الحليم حافظ؟ محمد عبد الوهاب. غلط. كم عدد اللاعبين الأساسيين في الفريق الواحد للكرة الطائرة؟ 6. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الكروم؟ 24. صح. في أي بحر تقع جزيرة كوبا؟ بحر الكاريبي. صح. أديب شهير مؤلف رواية الخيميائي، فمن هو؟ باولو كويلو. صح. برافو عليك. اتفضل. كم إجابة صح؟ معدتش. 6 إجابات صحيحة. المفاجأة بقى، 6 إجابات صحيحة لعبد الله و6 إجابات صحيحة لإسراء. محدش هيدي لحد هدايا. كلنا نحيي إسراء وعبد الله، اتفضلوا. 6 إجابات صحيحة لكل جمع. تعال بقى نراجع مع بعض الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كم عدد ألوان علم دولة سيشل؟ 5 ألوان. ما هي الجريدة التي أسسها الرئيس الراحل محمد أنور السادات؟ جريدة الجمهورية. من هو مؤلف أغنية عدى النهار للفنان عبد الحليم حافظ؟ الرحمن الأبنودي. الأبنودي الخال. أسئلة كانت تتجاوب حقيقة. أنا استغربت بقى عبد الله من سؤال إيه؟ ما هي العملة الرسمية لدولة إستونيا؟ يعني حتى ما حاولتش. كان ممكن تحاول. مش عارف، انا يعني وقفت، كنت اهم حاجه اكمل 10 اسئله، مش عايز افكر. يعني كان ممكن تحاول ترمي اجابه. الحمد لله بقى. عليهم هي اليورو، كان سؤال سهل. كنتوا كام يا عبد الله؟ كنا 60. كنتوا 70. 70. 70 و6 اجابات صحيحه ب 30 نقطه، بقيتوا 100. اسراء كنتوا كام؟ 60. 60 و6 اجابات صحيحه، بقيتوا 90. ودلوقتي مع الفقره الخامسه، فقره ضربات الجزاء. ضربات جزاء.
25 نقطة الجامعة واحدة بس، وأول اتنين عبد الله وليد ومحمد عزيز. عبد الله وعزيز، عزيز وعبد الله. وهنشوف الهدف الأول لمين. روح رياضية. السؤال الأول أدب. كاتب مصري معاصر مؤلف رواية قبل أن أنسى أني كنت هنا، فمن هو؟ قبل أن أنسى أني كنت هنا، فمن هو؟ 2018 أشرف العشماوي. إجابة خاطئة. إجابتك؟ أحمد خالد مصطفى. أحمد خالد مصطفى إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إبراهيم عبد المجيد. تفضلوا. ربا وإسراء، إسراء وربا. 125 يبقى كام؟ 125. و90 و25؟ 110. 115. كويس إن أنت مش نازلة في القدرات الذهنية. السؤال الثاني فنون. من هو الفنان الذي قام بدور عمر في مسلسل بعد البداية؟ طارق لطفي. طارق لطفي الهدف الأول. وكان من بطولة الراحل فاروق الفيشاوي وروجينا ودرة. ميرنا تفضلي. وأسامة، أسامة وميرنا، ميرنا وأسامة، وهدف بلا مقابل. طبعا يا ميرنا لو جاوبتي صح خطفتي 25 نقطة ورجعتي لجامعتك ب 25 نقطة. أسامة ما عندكش اختيار غير انك تتعادل. ما شاء الله. السؤال الثالث قدرات ذهنية. حل المسألة الآتية. 45 على 5 في 23 زائد 3 يساوي كام؟ إجابتك 35. إجابة خاطئة. 210. 210 الهدف الثاني. الهدف الثاني لجنة ورجعت ال 25 نقطة والنتيجة اتغيرت 115 MTI 100. ماتش النهاردة حقيقة ماتش حلو وصعب. أنا كنت متخيل جامعة المنصورة هتقدر تسيطر على المباراة من أولها، ولكن واضح إن MTI مستعدة وأدائهم النهاردة مشرف. إحساس صعب إن هم يتقدموا علينا في الآخر بعد ما كنا عاملين مباراة كويسة جدا وكنا متقدمين. نقط كتيرة بتضيع مننا، ولكن ما كانش قدامنا حل غير إن إحنا نحاول نخطف ال 25 نقطة. الهدف الثاني. المنصورة قلقوا في لحظة من اللحظات، ولكن الخبرة ساعدتهم في إن هم يرجعوا تاني في مباراة. خلينا نروح نشوف عجلة الحظ هتودينا فين. أول ثلاث نقط في المجموعة الرابعة هيروحوا فين؟ لسه المباراة في الملعب، لسه عندنا فقرة ممكن يبقى فيها 100 نقطة. مش عايزكم تقلقوا، بس المباراة الحقيقة مباراة صعبة وحلوة، وأنا الحقيقة فخور بأدائكم. لازم أعترف أنا مكنتش متوقع إن أداء MTI هيبقى بالقوة دي. برافو عليكم. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 85 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 170 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 430 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.